لم يعشق المصريون يوما زعيما من خارج مصر كما عشقوا المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، فقد شعروا منذ توليه قيادة دولة الإمارات بمحبته الكبيرة لمصر وأهلها من خلال مواقفه ومكرماته العظيمة التي لم يتردد يوما في تقديمها لشعب مصر. الشيخ زايد في حرب 73 أول من نادى بأن يكون البترول سلاح العرب. كان له موقف لا ينسى لما مد مصر بالدم، طيارات كاملة بالدم عشان مصابي الحرب برضو في حرب 73. الشيخ زايد هدد بقطع البترول أبو ظبي بعد 67، بعد هزيمة 67، أي قبل كلمته المشهورة وقولاته المشهورة التي جسدت التضامن العربي في 73 عندما قال إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. وقت الحرب أكتوبر كان في لندن، قطع الزيارة على الفور بعد أن كلف سفيره في لندن بشراء جميع المستشفيات الجاهزة المتنقلة ونقلها على الجبهة المصرية والجبهة السورية. ليس سلاح البترول فقط، ولكن بقى جه الشيخ زايد وعمل حاجات يعني زي بقول لا تقدر بمال، وهي إعادة إنشاء بعض ما دمر في السويس. السويس احنا عارفين إنها خدت أكبر كمية من التدمير من بالضبط حتى النقطة القوية أو الموقع القوي اللي كان لإسرائيل فيه الضفة الجانب الشرقي للقناة، وهي عيون موسى. موقع عيون موسى كان فيها المدافع الجبارة 175 ملي اللي كانت بتضرب زيتيات وتضرب السويس، دمرتها تقريبا. فتبرع الشيخ زايد وأنشأ أول مدينة في مصر، ولذلك سميت باسمه مدينة الشيخ زايد. كانت منحة من الشيخ زايد الدين سلطان، اتبنى بيها 306 عمارة وحوالي 79 بيت حرفي ومجموعة من المدارس ومستشفى واسم. وبعد كده توسع بقى الحي اللي كان بداية النوالي المنحة بتاعت الشيخ زايد دي، ليصبح دلوقتي منطقة كبيرة جدا حوالي 12 كيلومتر، بيقيم فيها حوالي 150,000 نسمة، فيها حوالي أكتر من 41,000 أسرة، حوالي 3 مستشفيات، جامعة قناة السويس، فيها مبنى الإذاعة والتلفزيون، يعني من أكبر الأحياء في إسماعيلية مساحة وسكاناً، وأكبر الأحياء بتحتوي على جميع المصالح الحكومية اللي موجودة في مدينة إسماعيلية. المغفور له الشيخ زايد رحمه الله له وسمات كبيرة جدا في مساعدة الشعب المصري، ومن أهم هذه الاسهامات في مجال الزراعة ومجال الموارد المائية هو المساهمة في تمويل مشروع جنوب الوادي. وبدأ هذا المشروع بإنشاء قناة الشيخ زايد العملاقة. هذه القناة بيبلغ طولها حوالي 70 كيلومتر، وبعدين بتتفرع إلى 4 مسارات رئيسية، ويستهدف هذا المشروع إلى زراعة رقعة كبيرة من أراضي الصحراء الغربية في غرب بحيرة مصر. قناة الشيخ زايد لنقل مياه النيل إلى الأراضي الصحراوية في منطقة توشكا هي إحدى المشروعات الخيرية التي أمر بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تم تخصيص منحة لتنفيذ مشروع قناة الشيخ زايد، والتي تعتبر جزءا من مشروع تنمية جنوب الوادي في منطقة توشكا، بهدف تحويل المنطقة إلى أراضٍ زراعية ومشروعات للإنتاج الحيواني، وذلك تحت إدارة وإشراف صندوق أبو ظبي للتنمية. ولم يعرف كرم وعطاء المغفور له الشيخ زايد لمصر وللمصريين أي حدود، فقام بعد ذلك بتخصيص 200 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة، منها استصلاح وزراعة حوالي 300,000 فدان في مناطق النبارية والبستان والساحل الشمالي، ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل. الشيخ زايد كان بينه وبين شعب مصر حب متبادل. هذا الحب كان بينعكس على دعم الشيخ زايد رحمة الله عليه للمصريين في صورة استثمارات بيحث عليها أو يقدمها بنفسه لشعب مصر. أنا أذكر عندما كنت عميداً لكلية الهندسة جامعة القاهرة في الفترة بين عام 2001 و2004،
استفادت كلية الهندسة من منشأة تعليمية ضخمة مولت من الشيخ زايد رحمة الله عليه. كان حريص رحمة الله عليه قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 71 على الاستعانة الكاملة بجميع الخبرات المصرية في جميع مجالات التنمية التي أرادها لبلده. في نسبة كبيرة جدا من الشركات المصرية كانت بتتولى البنية التحتية في البلد من أول ما بدأ الاتحاد فيها، وأخدته نسبة كبيرة جدا من الشركات المصرية، والحمد لله لغاية النهاردة أنا بشتغل في شركة مصرية وبتنفذ نسبة كبيرة جدا من البنية التحتية وفي أماكن من أهم الأماكن في الإمارات وفي أبو ظبي، وده كله طبعا من بعد ما أولاه سمو الشيخ زايد رحمة الله عليه الثقة اللي أولاها للشركات المصرية أو للعمالة المصرية أو حبه للشعب المصري بشكل عام. اتجه لبناء مؤسسات إعلامية واستعان فيها بعدد كبير من الإعلاميين المصريين من أعلام الصحافة في ذاك الوقت، من أمثال أستاذ مصطفى شردي، أستاذ جمال بدوي، أيضا دكتورة درية شرف الدين في الإعلام في التلفزيون. بناء على توصيته رحمه الله بالاستعانة بخبراء البترول المصريين، كان الدافع لي أن أنا أجي أعمل في أرض الإمارات، أرض زايد الخير، أرض التسامح، وأفضل العمل في هذه الدولة الفتية الناشئة عن أي دولة أوروبية أو الولايات المتحدة. كان رجل الشارع المصري صادقاً حينما عبر بكل بساطة عن وفاة المغفور له الشيخ زايد بأن مصر فقدت واحداً من أهم وأوفى المخلصين لها عبر التاريخ. أنا بنتي لما واحد في مصر كانت في جامعة كده رئيسة التحرير المجلة بتاعتها، لما مات الشيخ زايد قال بابا زايد ما توكلت على العلوم رئيس في المجال. فإن زايد ليس مجرد زعيم، نتغنى بأمجاده وإنجازاته. كل ما بنمشي بنفتكره، كل ما بنمشي بنطلب له الرحمة، وكل ما بنروح مصر وبنشوف أثاره فيها بنطلب له الرحمة. وطبعاً كل حبه ده انتقل لأهل الإمارات، هم بيحبوا مصر ومصر بتحبه. الشيخ زايد بصمة في تاريخ الإنسانية، حبيب مصر ومعشوق المصريين. لا زال الشيخ زايد وأياديه بتمد إلى مصر، ومصر في حاجة دائماً إلى الشيخ زايد رحمه الله.